Ladies and gentlemen, okay, go! السلام عليكم، معاكم محمد. النهارده جايين نتكلم عن assign addresses demo كده صغيره، على الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. هنشوف ازاي الكمبيوتر بتاعك ممكن ياخد اي بي ادرس من غير انت ما تديله، اللي هو لينك لوكال، ويقدر يتكلم بيه كمان مع كل الاجهزه اللي معاه في نفس السيجمنت. هنعمل جلوبال ادرس، نعمله assigning للجهاز بتاعك، وازاي يتكلم مع جهاز مش في نفس السيجمنت بتاعتك. اول حاجه هنتكلم عنها لينك لوكال. اتكلمنا المره اللي فاتت عن لينك لوكال وقلنا انه بيبتدي بالبدايه دي، او بمعنى اصح بالاكس ديسمال اف اي 80/10. التوبولوجي بتاعتنا اللي هنعملها النهارده اهي، هيبقى عندنا راوتر واحد، هنحاول نخليه يكلم راوتر اتنين، هيعمل لنفسه او يجنريت لنفسه اي بي ادرس لينك لوكال اي بي فيرجن 6، وهيقدر يتكلم بيه من غير احنا ما نتدخل خالص. ادي الراوتر بتاعنا، هندخل عليه كده، بعد كده نشوف الانترفيسز بتاعته. زي ما احنا شايفين، احنا المفروض في التوبولوجي بتاعتنا شغالين على فاست ايثرنت 0/0. هندخل عليه، هنعمل له شت داون، بعد كده هنعمل انيبل الاي بي فيرجن 6. هنعمل اكزيت ونشوف بقى الاي بي هات اللي اتحط بتاعته. زي ما احنا شايفين خد الاي بي ده، الاي بي فيرجن 6 ادرس. طب هو ده احنا قلنا اصلا لو نفتكر اف اي 80 ده يعتبر اللينك لوكال. لو جينا نشوف هنا، اه فعلا اف اي 80 اهو، تمام. طيب هو جاب بقى الاي يو اي اللي احنا اتكلمنا عليها ال 64 دي منين؟ لو جينا نشوف كده على الانترفيس ده، شو انترفيس فاست ايثرنت 0/0 انكلود بي اي اي، عشان نشوف الماك ادرس بتاعه. زي ما انتم شايفين اهو، بصوا الماك ادرس اللي حصل له اهو، ده الماك ادرس بتاعه، جه في النص اهو، النص هنا بالظبط، وراح حاطط اف اي اف 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 اي اهو، تمام، في النص. وراح محاول البت رقم 7 ناحية الشمال، كانت 2 اهي، حولها خلاها 1، خلاها 0، من 1 خلاها 0، تمام. وبكده قدر يجيب اللينك لوكال بتاع الانترفيس ده من غير احنا ما ندخل، من غير نعمل اي حاجه. نيجي على راوتر 2 نعمل نفس الموضوع، انيبل فاست ايثرنت 0/0 نو شت داون، وهنعمل اي بي فيرجن 6 انيبل. شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف اهو، هنعمل برضو ونشوف شو انترفيس فاست ايثرنت 0/0 انكلود بي اي اي، شوف الماك ادرس بتاعه هنلاقيه اهو، برضو نفس الموضوع، جه في النص وراح محاول، وراح حاطط 3 اف اي، تمام. وبرضو راح محاول البيت 7 بدل بيت 2 خلاها 0، تمام كده زي ما احنا شايفين. طب احنا دلوقتي انت ما عملتش حاجه، انت ما دخلتش، كل واحد خد اي بي لوحده، وكل واحد عمل حاجه، كل حاجه لوحده، تفتكر يقدروا يكونكتوا مع بعض؟ تعال نجرب كده بينج، ناخد الاي بي ده وبينج بيه من هناك. تعال نشوف كده بينج اه، لان ده لينك لوكال لازم نحدد الانترفيس اللي احنا هنطلع منه، لان عندنا في الموضوع لينك لوكال ده ممكن الراوتر نفسه كل الانترفيس بتاعته تاخد نفس اللينك لوكال. طيب ايه اللي هيحصل؟ مش فاهم حاجه. تعال نتكلم كده في البورد بتاعتنا، الراوتر ده الانترفيس واخد لينك لوكال، ممكن نقول ان في انترفيس تاني واخد لينك لوكال، ممكن نقول في انترفيس تالت واخد لينك لوكال برضه، وده كونكتد مع راوتر كده، وده كونكتد مع راوتر كده. احنا قلنا طالما ان احنا في نفس السيجمنت نتكلم بلينك لوكال عادي، يعني ممكن ده هياخد اللينك لوكال، يكون هو هو، يكون هو هو اللي هنا، تلاتة ياخدوا نفس اللينك لوكال. ليه؟ لأن لو حد من اللي هنا حاول يكلم حد من بره، الراوتر مش هيطلع اصلا الباكت بتاعتنا،
مش هيعملها فورورد، الباكت هتقف لحد هنا مش هتطلع بره، وبالتالي هيفضل الباكت جوه السيجمنت دي مش هتطلع بره السيجمنت دي، وعشان كده اي انترفيس يقدر ياخد اللينك لوكال ده. لو خدنا اللينك لوكال ده حطيناه هنا حطيناه هنا حطيناه هنا مش فارقه، طالما ان احنا بنتكلم في نفس السيجمنت. الموضوع عامل زي اي بي فيرجن 4 بالظبط. فاكرين لما احنا مثلا ده الانترنت بتاعنا تمام، وفي هنا راوتر ودي انترنال نتورك، وهنا برضو في راوتر ودي انترنال نتورك، قلنا هنا هناخد اي بي ادرس بس برايفت، اللي هو مثلا زي 192 مثلا دوت 168 دوت 1.0، دي نتورك الداخلية. النتورك دي برضو ممكن هي اللي نستخدمها هنا، لان ايه قلنا ان الراوتر ده عمره ما هيعمل فورورد لباكت معمولة باي بي ادرس برايفت. نفس الموضوع عندنا هنا برضو في الاي بي فيرجن 6، طول ما انت شغال لينك لوكال عادي تقدر تستخدم نفس الاي بي ادرس اللي هو اي بي فيرجن 6 ادرس لينك لوكال، ممكن تستخدمه هنا ممكن تستخدمه هنا عادي مش هتفرق معاك. هنيجي نعمل بقى البنج بتاعنا تاني، هنطلع من الانترفيس ايه زي ما احنا شايفين في التوبولوجي بتاعتنا كده، هنطلع من فاست ايثرنت 0/0، هنكتب هنا فاست ايثرنت 0/0 زي ما احنا شايفين البنج اشتغل، احنا ما عملناش حاجه، لا ادينا اي بيهات ولا عملنا اي حاجه، ودي فيتشرز موجوده في الاي بي فيرجن 6 انك مش بتحط اي بيهات والاجهزه بتاعتك بتشتغل عادي، ولا محتاجه دي اتش اس بي ولا محتاجه اي حاجه. نيجي نشوف نعمل بنج بقى من راوتر 2 برضو، ناخد الاي بي اللي هناك اهو، هناخد كوبي ونروح نعمل بينج هناك، هنطلع من انترفيس اهو زي ما احنا شايفين برضو فاست ايثرنت 0/0، هنروح نعمل هنا هنطلع من فاست ايثرنت، ودي البينج شغال وكل حاجه تمام. نبقى نعمل سنيف للباكت نشوف ايه اللي حصل، الراوتر ده خد الاي بي ازاي، يتكلم مع الراوتر التاني مثلا ازاي. اول حاجه هنلاقي ان الاربعه كولون دي اتنين كولون فوق بعض دي اللي اتكلمنا عنها في الاول، وقلنا دي ان سبيسيفايد، اول ما بتشغل او تعمل انيبل للنتورك انترفيس كارد بتاعك هنلاقيه بياخد الاي بي ده اللي هو 128 بت 0، نفس اللي حصل هنا خد 128 بت او ان سبيسيفايد اي بي ادرس فيرجن 6 ده. طيب هو خده اتكلم بيه مين؟ ده خده كسورس اتكلم بيه ديستنيشن، خده اتكلم بيه اف اف. طب هو اف اف دي جت منين؟ احنا قلنا قبل كده زي ما احنا قلنا المالتي كاست بيبدأ ب اف اف، يبقى هو اتكلم مالتي كاست جروب. طيب هو عمل ايه يعني؟ هو كان بيعمل ايه؟ هو كان بيسأل، يعني هو كان بيسأل بيشوف حد سامع للجروب دي اللي هو يكلمها لانها مالتي كاست جروب، بيكلمهم بالاف اف دي هنتكلم عليها، حاجة اسمها مالتي كاست ليسنر ريبورت مسج هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. هنيجي بعد كده تحت اللي خد الاي بي فيرجن 6 ده اللي احنا اتكلمنا عنه لينك لوكال، كونه عن طريق انه حط جوه بالاي يو اي حط وسط الماك ادرس بتاعه 3 اف اي وبعد كده حول بيت رقم 7 اهو هو خده. طيب هو بعد ما خده عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها نتورك ادفرتايزمنت، لانه في الاول الخطوه اللي قبليها على طول بالان سبيسيفايد اي بي ادرس فيرجن 6 ادرس برضو بعت للجروب دي لانها بتبدا اف اف، عرفنا انها مالتي كاست جروب، بعد حاجه اسمها نتورك نيبر سوليسيتيشن هنتكلم عنها برضو بالتفصيل بعد كده. نيبر سوليسيتيشن دي بيسال يا جماعه هو حد معاه الاي بي ادرس ده، لو جينا نشوف تحت في الرساله دي كده اكيد الرساله هنلاقي فيها اللي احنا عايزينه اهو، التارجت ده اف اي 80 هو الاي بي ادرس فيرجن 6 اللي هو واخده، بيسال بيتارجت الاي بي ادرس ده، بيقول هو حد معاه الاي بي فيرجن ادرس ده، لو حد رد عليه يبقى خلاص مش هياخده. ممكن تحصل صدفة عجيبة ان واحد يكون ماك ادرس بتاعه، معناها مش بتحصل خالص يعني، الا لو حد لعب في الماك ادرس بتاعه مثلا، هيجي الكمبيوتر التاني او الجهاز التاني يعمل عملية ال UI هيطلع نفس ال IP version 6 address، ده طبعا نادرا انه بيحصل. فهو بيتكلم الكمبيوتر ده بيقول يا جماعة حد معاه ال IP version 6 address ده،
لو ما حدش رد والله خلاص هو كده عمل حاجه اسمها نيبر ادفيرتايزمنت، قال والله يا جماعه انا خدت الاي بي فيرجن 6 ادرس ده بس خلاص. وبعد كده زي ما انتم شايفين بيبدا يتكلم حاجه اسمها المالتي كاست جروب لانها بتبدا ب اف اف، هنتكلم عنها برضو بالتفصيل بعد كده. وخد الاي بي فيرجن 6 ادرس اللي هو اللينك لوكال بتاعه ده. نفس الموضوع برضو هيحصل في الراوتر 2، الراوتر 2 لو جه ياخد اي بي فيرجن 6 ادرس لينك لوكال هيعمل نفس الموضوع ده من الاول، هيشوف حد معاه الاي بي فيرجن 6 ادرس ده بعد ما يكونه ويعمل حاجه اسمها سوليسيتيشن اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، تمام، نيبر سوليسيتيشن. لو ما حدش رد عليه هيقوم بقى عامل حاجه اسمها نيبر ادفيرتايزمنت زي ما احنا شفنا من شويه، اهي نيبر سوليسيتيشن نيبر ادفيرتايزمنت. طب لو جينا بقى عايزين نحط احنا اللينك لوكال ادرس ده بايدينا، يعني مش الكمبيوتر اللي يحطه، هنيجي على الفاست ايثرنت 0 سلاش 0 ونحط اللينك لوكال بتاعنا. هنيجي دلوقتي اهو انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0، هنيجي الاي بي فيرجن 6 ادرس، هنكتب اف اي 80 لان قلنا لازم نبتدي باف اي 80 1، ودي الكوردز بتاعت لينك لوكال، تمام. نيجي نعمل اند ونشوف شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف اهو اف اي 80 1 1، كده عملناه بايدينا مانوال حطيناه. طيب زي ما احنا قلنا قبل كده ممكن نفس الراوتر الانترفيسز كلها تاخد نفس اللينك لوك صح؟ نيجي نجرب كده، هنروح على فاست ايثرنت 0/1 ونكتب اي بي فيرجن 6 ادرس اف اي 80 1 لينك لوكال، نيجي نعمل اند ونشوف تاني شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بيف اهو الاتنين واخدين. طب قلنا ليه الموضوع ده؟ قلنا لان كل واحد هيبقى في سيجمنت معينه والباكت عمرها ما هيحصل لها فوروردنج من سيجمنت لسيجمنت لو كانت راحه للينك لوكال ادرس. نيجي بقى نجرب موضوع الجلوبال ادرس ده هيتم ازاي. هنكون عندنا نفس التولوجي دي بس هنعمل هنا لوب باك انترفيس، هو هنخلي الراوتر ده يعمل بينج على اللوب باك دي باستخدام الجلوبال ادرس بتاعها ده اللي هنشوفه دلوقتي في اللاب. هنروح على راوتر واحد ده بس هنديله دلوقتي جلوبال على نفس الانترفيس اللي هو انترفيس فاست ايثرنت 0/0، هنكتب اي بي فيرجن 6 ادرس 01 دي بي اي، هنخلي النتورك بتاعتنا 1 2 بين الراوتر 1 وبين الراوتر 2. بعد كده هنعمل الاي بي ادرس بتاعه هنديله 1 مثلا، هنديله ده راوتر 1 ونديله على سبنت ماسك 64، تمام كده بالظبط. تعال نرجع كده بقى، خلينا اند ونشوف شو اي بي فيرجن 6 انترفيس اهو زي ما انتم شايفين كده، هو واخد اللينك لوكال وفي نفس الوقت برضو واخد جلوبال ادرس، وده هيشتغل بيه في السيجمنت او هيعمل كل الكونفرسيشن هتتم في سيجمنت بالاي بي فيرجن 6 ادرس ده اللي هو لينك لوكال، بس لما يجي يطلع بره هيستخدم ده. خلينا نتخلص من الرسائل المزعجه دي اللي عماله تطلع كل شويه، لاين كونسول 0 لوجين سينكرونايزيشن سينكرونس، تمام كده. نعمل برضه نروح هناك، خلينا لو احنا بنظبط كده نغير اسم بتاعه هوست نيم راوتر 2 او ار 2، تمام. بعد كده نخش على لاين كونسول 0 لوجين، تمام. هنيجي نروح هنا بقى تاني ونحط اي بي فيرجن 6 ادرس جلوبال، بس هنحط بقى الايه، هنحط هنا جلوبال وهنحط برضو هنا جلوبال اللوب باك بتاعتنا، لوب باك وهنسميها لوب باك 2، تمام. تعال نروح نشوف هنعمل ايه. انترفيس فاست ايثرنت 0/0 هنحط اي بي فيرجن 6 ادرس، هنحطه دي بي 8 201 دي بي 8. بعد كده هنحط الشبكة بتاعتنا، لازم يكون على نفس الشبكة طبعا لانهم في نفس السيجمنت. بعد كده هنحط ال اي بي 2 وسلاش طبعا 64. نيجي نشوف دو شو اي بي فيرجن 6 ادرس انترفيس بريف
تمام اهو خد اهو. نيجي بقى نعمل لوب باك انترفيس لوب باك 2، هنعمل اي بي فيرجن 6 ادرس، هنقول الشبكة بتاعتها 2.2.2، وبعد كده ال IP بتاعها 2 اوف سلاش 128 مثلا، مش فارقة معانا اصلا. تمام هنعمل end بقى، هنقول show IP version 6 interface brief اهو. loopback بتاعنا خد IP version 6 address link local، وبرضه خد global address. لو جينا طبعا نشوف ده هنلاقي انه عمل نفس العملية بتاعت كل مرة، بيجي يحول بيت رقم 7 ويحط في النص 3 اف اي. تمام نيجي نعمل بينج بقى من هناك من راوتر واحد على اللوباك بتاعتنا دي، 1.2.2.2. تمام كده اه بالظبط اهو، نعمل بينج. نسينا الستاتيك روت طبعا لان ده مش هيعرف يتكلم مع اللوب باك ده دايركتلي، يبقى لازم يبقى فيه ستاتيك روت. هو دلوقتي مش عارف يروح فين، يبقى لازم نعمل ستاتيك روت. هنقول له لو عايز تروح للوب باك ده روح لراوتر 2 ده، وراوتر 2 هو يوصلك. لازم نعمل لوب باك، هنيجي نعمل هنا الستاتيك روت. مش عايزين نشتغل دلوقتي او اس بي اف او ريب او حاجه، خلينا ستاتيك روت ايزي كده لحد ما ندخل جوه في الاي بي فيرجن 6 ونتعمق شويه. هنقول اي بي فيرجن 6 روت، لو عايز تروح ل دي بي 8.2.2.2/128 روح للنكست هاب. النكست هاب بتاعنا اللي هو دي بي 8.1.2.2. تمام نرجع تاني بقى ونعمل بينج، ان شاء الله يشتغل. تمام وبكده يبقى احنا خلينا راوتر واحد يقدر يتكلم اللوب باك اللي احنا عايزينه، اللوب باك 2 ده بجلوبال ادرس بتاعه. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن موضوع اللينك لوكال، وقلنا ازاي الكمبيوتر بتاعك بيعمل جنريت ليه، وشفنا ديمو عليه، وقلنا انك ممكن تستخدم كذا انترفيس بنفس على نفس الراوتر بكذا لينك لوكال ادرس. قلنا مش هتفرق طبعا لان الراوتر مش هيعمل فورورد ليها، وقدرنا نشوف ان طول ما انت في نفس السيجمنت بتتكلم باللينك لوكال بتاعك، والراوتر بايد لوحده وبيشتغل وبيعمل بينج وكل حاجه من غير ما انا احط اي بي. وشفنا ازاي راوتر واحد خد لينك لوكال ادرس لوحده وقدر يعمل بينج على راوتر الاثنين. بعد كده شفنا موضوع الجلوبال ادرس، وشفنا ان لوب باك هنا هنعمل لوب باك 2 وهياخد جلوبال ادرس، وبرده الراوتر واحد هياخد جلوبال ادرس، الراوتر الاثنين هياخد جلوبال ادرس، ومن خلال الراوتر الاثنين راوتر واحد هيقدر يعمل بينج على اللوب باك 2. اوكي جو اون ذا مابتس، ذات ساوندز بريتي اكسايتنج. ليتس واتش كات فيديوز. يا اوه.